بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف ازاي نحل مع بعض ماتيريال بالانس على ايكوليبريم رياكشن. عندنا في التفاعل اللي احنا هندرسه هنا اللي هو الووتر جاز شيفت رياكشن، ده تفاعل بيستخدم لانتاج الهيدروجين. في التفاعل بقى بيتفاعل 1 مول من السي او كربون مونوكسيد مع 1 مول من الميه عشان يديني 1 مول كربون دايوكسيد و 1 مول هيدروجين. الرياكشن ده بروسيدز تو ايكوليبريم، يعني بيوصل لحاله الاتزان. حاله الاتزان اللي هي بيكون عندها معدل الرياكشن في اتجاه انتاج الرياكتنتس بيساوي او البرودكتس بيساوي معدل الرياكشن في الاتجاه العكسي، الفورورد رياكشن بيساوي الباكورد رياكشن. فهو بيقول لي عند الايكوليبريم بيبقى حاصل ضرب المول فراكشنز بتاعت البرودكتس على حاصل ضرب المول فراكشنز بتاعت الرياكتنتس بيساوي 1.8، ده طبعا عند كونديشنز معينه من التمبريتشر. فهو بيقول لي في المساله سبوز ذا فيد تو رياكتور كونتينز 9 مول كربون مونوكسيد، 11 مول ميه ونص مول كربون دايوكسيد اند نو هيدروجين. عايز اول حاجه determine the limiting reactant، نمره 2 calculate the fractional excess of the other reactants او reactant، وبعدين calculate the equilibrium fractional conversion of the limiting reactant. عايز يعرف مين هو limiting reactant، وعايز يعرف نسبه الزياده من الرياكتنت الثاني، وعايز يعرف الايكوليبريم او الكونفرجن بتاع limiting reactant عند الايكوليبريم بيساوي كام. طيب نبدا نحل المساله. اول حاجه في المساله ان احنا نرسم الفلو شيت عشان نعرف نحل المساله، ودي بتساعد دايما في حل المسائل الحقيقه. المساله نحط عليها الجيفنز. انا عندي هنا 9 مول سي او، 9 مول سي او، 11 مول اتش 2 او ميه، وداخل عندي كمان نص مول سي او 2. الحاجات اللي خارجه زي ما اتفقنا دايما، الحاجات اللي خارجه بتكون الحاجات اللي داخله زائد البرودكتس. داخل عندي سي او، داخل ميه، بينتج سي او 2 وبينتج هيدروجين. ما عنديش الكميات بتاعتهم، احط ان 1 وان 2 وان 3 وان 4. كده انا عرفت الفلوشيت مظبوط. اول خطوه بنعملها ان احنا نحدد الليميتنج رياكتنت. فيبقى هنحل الجزء الاولاني اللي هو ايه. عشان اجيب الليميتنج رياكتنت بشوف الرياكتنتس بتاعتي، الرياكتنتس بتاعتي اللي هي سي او والميه. طبعا السي او 2 داخل في الرياكشن او داخل في الرياكتور، ولكن هو مش رياكتنت. الرياكتنس بتوعي هم دول، هم الحاجات اللي عامل قبل السهم، الحاجات اللي في الطرف الشمال بتاع المعادله بتاعتي، معادله التفاعل بتاعي. فالرياكتنس بتوعي هم السي او والميه. فيبقى انا هطبق القانون بتاع الليميتنج على السي او، ان احنا بنحط الان سي او على الاستيكيومتريك كوفيشن بتاع السي او، هتساوي الان عندي 9، الاستيكيومتريك كوفيشن عندي 1 هتساوي 9. الميه هعمل لها برضو الـ NH2O على الـ Stoichiometric Coefficient بتاع الـ H2O هتساوي 11 على 1 هتساوي 11. طبعا بناخد الرقم الصغير فوق فيهم، ده يؤدي إلى أن الـ CO is limiting. دي أول سؤال. تاني سؤال بيقول لي عايز أعرف الـ Fractional Conversion من المادة التانية. عشان اعرف الفراكشنال كونفرجن لازم اجيب الاستايكومتري. فانا اول خطوه هعملها هجيب الاستايكومتري. عشان اجيب الاستايكومتري بكتب الكومبوننتس بتاعتي اللي هي الرياكتنتس، وبحط تحتها الاستايكومتريك كوفيشنت اللي موجود من المعادله بتاعتي. الاستايكومتريك كوفيشنت بتاع سي او بواحد، والاستايكومتريك كوفيشنت بتاع الاتش 2 او بواحد، وبعدين بكتب النمبر اوف مولز بتاعه الليميتنج. ده الليميتنج يطلع هنا اهو بالمقص، اقدر اجيب الاستايكومتري. الاستايكومتريك ميه هتساوي 9 في 1 على 1. طبعا المساله دي سهله مش محتاجه ان احنا نكتب لها قانون، ولكن انا دايما بحب ان انا اوضح الطرق الطريق الطبيعي ان احنا نحسب ارقام. طبعا لو عندي استايكومتريك كوفيشنز مختلفه فانا محتاج استخدم القانون ده. هيطلع عندي هنا الاستايكومتري بتاع الميه بيساوي 9. بعد كده بقول البرسنت اكسس هتساوي الان اللي داخل الرياكتور ناقص الاستايكومتري على الاستايكومتري. طبعا بيرسنت اكسس اوف الميه H2O، فده هيساوي الدخول عندي 11 مول ماينس 9 على 9، يعني 2 على 9 تطلع 22 في المية 0.2%. يبقى ده المطلوب نمرة 2. طيب نحل الجزء الثالث
في المسألة. الجزء الثالث في المسألة بيقول لي عايز احسب الإيكوليبريم فراكشنال كونفرجن بتاع الليميتنج رياكتنت. عشان اعرف الفراكشنال كونفرجن لازم اعرف ال N1، لازم اعرف خرج قد ايه من السي او، لان هو ده الليميتنج بتاعي. فانا عايز اجيب دي، عايز اجيب N1. N1 عند الإيكوليبريم، فعند الإيكوليبريم لازم اطبق في القانون بتاعي اللي هو مديهوني في المسألة، اللي هو قانون بتاع الاتزان بتاع الإيكوليبريم. فهقول هنا هو ان الواي سي او 2 في الواي هيدروجين على الواي سي او في الواي ميه بتساوي 1.8، فلازم اجيب الوايات. عشان اجيب الوايات هطبق الاكستنت اوف رياكشن، اكستنت اوف رياكشن على كل الكومبوننتس بتاعتي، على كل السبيشيز اللي موجوده في السيستم بتاعي. هبدا تطبيق بالسي او. طيب انا عندي السي او الاكستنت اوف رياكشن، لو فاكرين القانون بتاعها بيقول النمبر اوف مولز اللي خارجه اللي هو ان 1 هتساوي النمبر اوف مولز اللي داخله اللي هو 9 زائد السايكومتريك كوفيشنت بتاع السي او ماينس 1 في السايكومتر في الاكستنت اوف رياكشن اللي هو الزيتا. هيطلع عندي هنا اهو الان 1 بتساوي 9 ماينس زيتا، وبعدين هحسب الاتش 2 او هيطلع عندي الان 2 بتساوي 11 اللي داخلين ماينس زيتا. هيطلع عندي لما اطبقه على سي او 2 اللي هو منتج، خلي بالك السي او 2 المره دي في داخل منه كميه، السي او 2 خارج منه ان 3 وداخل منه نص مول، تمام. والسايكومتريك كوفيشن بتاع السي او هيبقى بالبلس زيتا عشان ده منتج برودكت. اخر ماده عندي الهيدروجين هطبق عنها القانون، هيطلع عندي ان 4 بتساوي مفيش حاجه داخله زيرو بلس زيتا، يعني هتساوي الاكسنت اوف رياكشن بتاعي زيتا. في المسائل دي انا لازم اجيب التوتال نمبر اوف مولز عشان اعرف اجيب الواي، لان هو هنا معادله الاتزان بتاعته اللي هو مديهاني واي سي او 2 على واي في واي هيدروجين على واي سي او واي ميه بتساوي 1.8، فلازم اجيب الان توتال. فهنا اهو هقوم شارد خط كده اهو عشان احسب ان توتال. الان توتال بتساوي مجموع الحاجات دي، هتساوي 9 ماينس زيتا، 11 ماينس زيتا، نص زائد زيتا، زيتا، هتلاقي زيتا كلهم راحوا مع بعض، هيطلع عندي هنا التوتال 20.5 مول. يبقى كده اقدر اجيب واي 1 اللي هي هتساوي 9 ماينس زيتا على 20.5، وواي 2 اللي هي تساوي 11 ماينس زيتا على 20.5، واي 3 اللي هي بتساوي نص بلس زيتا على 20.5، والواي 4 اللي هي بتساوي زيتا على 20.5. تمام كده جبت الوايات بتاعتي او الوايات بتاعت الكومبوننتس المختلفه بتاعتي، وابدا اعوض في القانون بتاع الايكوليبريم. هيطلع عندي القانون السي او 2 الاول، السي او 2 اللي هو نص بلس زيتا على 20.5 مضروبة في زيتا على 20.5 مقسومة على الفراكشن بتاعت الرياكتنتس اللي هي 9 ماينس زيتا على 20.5 مضروبة في 11 ماينس زيتا على 20.5. هنلاقي ان ال 20.5 كلهم هيروحوا مع بعض، الكلام ده بيساوي 1.8. هتلاقي ان ال 20.5 كله راح مع بعضه، الاربعه دول هيروحوا مع بعض. هيبقى عندي هتطلع معادله تربيعيه، فهنفك المعادله التربيعيه دي، هنضرب نص في زيتا زائد زيتا سكوير. هاخد الاثنين دول حصل ضربهم مضربه في 1.8، هتبقى 1.8 مضروبه في 9 في 11 ب 99 ماينس 20 زيتا بلس زيتا سكوير. المعادله التربيعيه دي هنحلها، هيطلع عندي ان الزيتا بتساوي 5.56 مول. نقطه مهمه قوي يا شباب، لما تيجي تحل المعادله دي هيطلع لك 2 زيتا، مش هيطلع زيتا واحده بس، لان المعادله التربيعيه عندها جذرين، في جذر منهم بيبقى مرفوض. طب اعرف منين هو مرفوض ولا لا؟ تاخد بالك ان زيتا دايما لازم تكون اكبر من الصفر. ليه زيتا اكبر من الصفر؟ لان لو زيتا تحت الصفر معنى كده ان ان 4 هتبقى نيجاتيف، وانا ما ينفعش يبقى عندي نمبر اوف مولز بالنيجاتيف، تمام. فيبقى زيتا بتاعتي لازم تكون اكبر من او بتساوي زيرو، تمام. ولازم تكون اصغر من كام؟ لازم تكون اصغر من الليميتنج رياكتنت، لازم تكون اصغر من 9، لان لو الزيتا طلعت اكبر من 9 هنا اهو
تمام. لو زيتا طلعت اكبر من 9 هيطلع ال ان 1 بالنيجاتيف، فيبقى لازم زيتا تبقى اصغر من 9. فبالطريقه دي انا بقدر اعرف احدد بالظبط الزيتا بتاعتي هي انهي جذر فيهم. هيطلع عندك جذر اللي هو 5.56 والجذر الثاني هيبقى اكبر الحقيقه، ولكن احنا هناخد الجذر اللي هو 5.56. اخر حاجه في المساله ان احنا نحسب الكونفرجن. احنا عندنا الكونفرجن بيساوي الرياكتد على الان. طبعا انا بجيب الكونفرجن بتاع السي او، هيساوي الرياكتد هو الزيتا اللي هو هيبقى 5.56 على العدد المولات اللي داخله اللي هي 9، هيطلع عندنا الكونفرجن 61.8، ويبقى كده حلينا المساله بتاعتنا. شكرا جزيلا ونشوفكم في فيديو تاني.